ذكر العلماء للشكر ثلاث مراتب: شكر القلب وهو أعظم أنواع الشكر، وهو إقرار القلب بشكر المنعم حتى الهواء وهو يدخل تحمد الله عليه، هذا القلب المنيب الساجد لله يقود أنواع الشكر. الشكر الثاني شكر اللسان، ألا يفتر الإنسان من الثناء على الله بلسانه حمدا يملأ السماوات يتحدث وأما بنعمة ربك فحدث. ومنها شكر الجوارح: الصلاة، تلاوة القرآن، الحج، العمرة، النفقة، كل ذلك يعد شكرا لأنه تحريك للبدن. حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل وكانت تتورم أقدامه وكان يصلي وهو عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تسأله عائشة: تصلي لماذا وتتورم قدميك يا رسول الله؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟